المشاريع المتوقفة ومحاسبة المخالفين من أهداف حكومة الكاظمي للنيل من حيتان الفساد في جميع المؤسسات لا سيما الخدمية، منها مبزل الحيدرية الذي تسبب بالعديد من المشاكل الصحية للمواطنين، يدخل حيز التنفيذ بعد مناشدات عدة ليتوقف بسبب حكومات لا تكترث لحياة المواطنين. يصير البزل هذا الوساخة بنص الأهالي بالداخل، والريحة والوساخة والمرض والكورونيا كل العالم تشوفه، وين ليش ما شلت الانقاذ الوساخه تنقلها غير مكان؟ وش وقت يخلص البزل؟ سنين صار له على هالذبه. هو هذا البزل كان للبساتين فقط، يعني بس كان ميل سقي. الان بداوا يذبون به المجاري من سنه 2000، بعدين بعد 2003 ازدادت المجاري، اصبح بس للمجاري الثقيله. بدات المناشدات، صار سنوات، هو من بدا يعني من بدات المجاري؟ بدات المناشدات بتغليف البزل. كهرباء التي شيعها المواطنون منذ عقود من الزمن ولحقت بها مياه شحت في أنابيب مليئة بدعوات الكربلائيين في حي اسمه الصدرين وسط حكومة محلية لا يتسع صدرها لشكاوى أبنائهم. احنا منطقة حي الصدرين شوية نعاني من المي والكهرباء، حاليا أكثر شيء الكهرباء والمي، يعني خو المي مشكلته، صار تقريبا 15 يوم ما عندنا مي، خاف يجي نص ساعة نظل احنا تعرف منطقة كبيرة، نظل لو نحصلنا فد 100 لتر مي لو ما نحصل. البزل معاناته بعد كارثة، السبلت من ريحة الغاز الميثان، يعني ما يطول لموسم واحد، الثلاجة المجمدة نفس الشيء، انه البزل اشتغلوا نص وعافوا نص، هاي وراي هسه تشوف ماكو من البزل من حفره خلوا هاي مال الحفريات ما كلها هاي ورانا، فالريحة صارت مو طبيعية ونعاني أكثر شيء من المي. مي ماكو، صارنا شهور تقريبا، يعني البوري جاف، حتى اكو جماعة جوا قاموا يجيبون لنا ناكر مال مي، وانا هسه هذا شوف مي قاعد اجيبه من هنا، زين يعني معاناه كلش قويه. مياه آسنه وقله في تجهيز التيار الكهربائي وشحه مستمره في الماء الصالح للشرب وسط محافظه كربلاء المقدسه، هذه معاناه المواطن المستمره. لقناه التغيير الفضائيه جاسم الهميم، كربلاء.